نروح لملف آخر وهو إعراب الدفاع المدني السوري عن شكره لمصر على إرسال مساعدات طبية للسوريين المتضررين من الزلزال المدمر. وأعرب الدفاع المدني السوري عن تقديره مصر ولإرسال فريق تقني من الاختصاصيين لدعم عمليات إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، فضلا عن إرسال فريق من الأطباء لتقديم الرعاية الصحية. كمان الحساب الرسمي لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة شكرت الدولة المصرية حكومة وشعبا على كون مصر أولى الدول اللي أرسلت فريق للدعم والاستغاثة لدعم المتضررين من الزلزال بسوريا برغم الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة. طبعا بنتمنى خالص السلامة إن شاء الله للمصابين وأن تمر هذه الأزمة بسلام على الشعب السوري الشقيق. ومن القاهرة نقول هنا دمشق.